اكو نوعين من البلبس، ترو بلبس وفوس بلبس. سمي فوس بلبس اللي هو هذا يعتبر فوس بلبس، هذا هو حده، لانه هو تنزل اعضاء من الابدومينال كافيتي تنزل عليه، تسمي فوس بلبس. الفوس بلبس فوس يعني كاذب، مو ميسته انه هو يكون على سطح واحد، يعني شوفوا شلون عدل اذا نسجس بروزنتال بلين راح يعني يجي على كل الفوس بلبس. اما الترو بلبس هذا يعتبر كله ترو بلبس، وسطحه الريجولر هذا يحتوي على اعضاء تناسليه يسمى ترو بلبس. هسه نجي على السكريوم والكوكسيك، هذه المنطقة تسمى برومنتري برومنتري سيرفيس يسمونه برومنتري سيرفيس. هذه ايلا او جناح قصدك، هذا اسمه برومنتري بولمونري هذا قصدك على السيرفيس فوق، هذا اسمه بولمونري. ايوه عادي تقول برومنتري ما له دخل، شوفوا بالعمل هذا كله يسمى جناح الحوض ايلا اوف ذا بلفس، هذا يسمى ايلا اوف ذا سكريوم. هذه هنا اكو سكريو شانل، سكريو تشوبروسيتي، سكريو سباين، سكريو فورامن، اربع فورامن، سكريو هياتس، فوها هذا كله كورنوا، سكريو كورنوا هذا الكوكسيك كورنوا هياتس يعني فوها سكريو هياتس. الدكتور قال ناجي من يابين امتحان هيجي قدم بوز هنا، هو قصده هياتس بس هم يلطونك تقول هيانر، هو قصده هياتس حقيقة. هذا الجوال اسيتابل جمال يكون بيها سطح ان ارتكيوس سيرفيس يعني كوبس ديال كوادريت. شو طبعا ذكرنا نوع الاليان بون فلات، اما بقية يعتبر ريجولار كوادريتس في مارس. الصور هذا